اليابانيون من جامعة تسوكوبا أطلقوا عليه اسم هال Hybrid Assistive Lamp، وهم يعملون على تطويره منذ سنوات. هذا الروبوت قد يساعد المصابين بالشلل النصفي لاستعادة وظائف الأطراف. هال هو عبارة عن هيكل خارجي يتم ارتداؤه كلباس، كما يفعل هذا الرجل الذي أصيب بشلل كلي بعد حادث سيارة قبل 12 عاماً. بعد الحادث أصبت بشلل تام وقمت بجلسات تدريب وإعادة تأهيل عادية. سجلت بعض التحسن لكن الجهة اليسرى لم تتحرك أبداً. وفي شهر أغسطس آب الماضي علم ماسا هورو بوجود هال وبدأ بالسير بمساعدة الروبوت وسجل تقدماً ملموساً. ماسا هورو يسير من جديد مع بعض الصعوبة والفارق بين الجهة اليمنى واليسرى اختفى وكل جلسة تدوم ساعة. الإرادة هي أهم عنصر للتمكن من السير، والإرادة هي المفتاح الأساسي لتشغيلها لكونه ينفذ الأوامر التي يرسلها الدماغ إلى العضلات، وهذه الأخيرة لا يمكنها العمل بدون اتصال مع الأعصاب. الدماغ يولد النوايا التي هي عبارة عن إشارات كهربائية صغيرة تنتقل عبر النخاع الشوكي والعصب المحرك لتصل إلى العضلات، وهناك مؤشرات كهربائية خافتة تلتقط على سطح الجلد، ونظام الروبوت يستخدمها كمؤشرات عن النوايا. وأهمية هال تكمن بقدرته على إعادة تنشيط الوصلات العصبية الضعيفة التي أتلفت ساعة الحادث، ما مكن ماسا هورو من القيام ببعض الخطوات دون أي مساعدة.